نبتدي احداثنا بالنسبه للشرق الاوسط بسوريا واللي حصل في حلب مأساة بكل المقاييس. بس هنرجع برضو واقول لحضراتكم، لما بتتفرج على قنوات بتدعم المعارضه وبتدعم يعني او ضد بشار الدكتور بشار الاسد، فهتلاقيهم بيقول لك ان النظام ضرب الاطفال والنظام بيضرب قذائف والنظام وروسيا مش عارف بيعملوا ايه. لكن لما بتشوف الاخباريه السوريه أو بتشوف واحدة زي كنانة علوش مراسلة موجودة جوه حلب وبتجيب لك الصور من هناك وبتجيب لك اللي حصل وبتتكلم معاهم، بتهيألي يعني الوضع يختلف، إن من يضرب الأطفال ومن يضرب المدنيين في حلب أو في أي حتة ومن أشعل الأزمة من الأول هم الإرهابيين. الأزمة اللي مشتعلة في سوريا ليها كام سنة لغاية دلوقتي واللي حصلتها كل ده، شايفين الصور معبرة طبعا جدا. أول صورة معلش هاتها لنا تاني، أنا مش عارفة الصواريخ دي فيها إيه، هل فيها ولا كان في ضرب رصاص؟ إزاي يا عيني يبقى في نوع من أنواع، هل دي حاجة جت من الصواريخ، حاجة نطت يا حرام في قورة البنت، وشايفين البنت ماسكة في والدتها، مشاهد صعبة جدا جدا. في صور ما قدرناش إن احنا نعرضها، صور لأشلاء أطفال، صور لأطفال أجزاء من أجسادهم متقطعة، ده صعب جدا. انه للاسف حلب تودع اطفالها الابرياء ضحايا قذائف الحقد، ارتفاع حصيله الشهداء الى 10 بينهم 8 اطفال واكثر من 27 مصاب. كنانه علوش كانت موجوده وسط الاحداث وراحت وعملت لقاءات وصورت هي بنفسها الصور دي اللي بتورينا كل اللي حاصل ده. فده حضراتكم كان الحقيقه انه الجماعات الارهابيه قامت باستهداف مدرستي الفرقان المحدثه وسريه حسون في حي الفرقان بصاروخ محلي الصنع. هنا برضو اللي يخليني انا سالت، طب يا جماعه انا لو عايزه، انا لو متشككه الصواريخ دي من مين بالظبط؟ فاتقال لي ان الصواريخ دي محليه الصنع، لو الجيش السوري او لو روسيا هيستخدموا برضو صواريخ محليه الصنع، لكن للاسف محليه الصنع حتى ادت الى هذه المأساه اللي يعني شايفينها ورصدينها قدام حضراتكم. نشوفوا مع بعض هذا التقرير. هي الحرب القذرة وأدواتها وداعمها، طالت البشر والحجر والشجر، ولم تكتفي بذلك بل امتد سعيرها ليطال الأطفال الأبرياء، أطفال لا ذنب لهم إلا أنهم جاءوا إلى مقاعد الدراسة طلبا للعلم والمعرفة. نزلت القذيفة ما شوفي غير ولاد يرقدوا لعندي يا عمو، أنا معي كتب، الكتب ما بعرف وين صار، والكتب طار والكتب كلياتهم، لحقت شلت أربع خمس أولاد معي وتميت عم برقد لحتى وقفت سيارة أخذتهم وتميت طالع. الله يقتلهم عند الله، الله يقتلهم في أرضهم، الله يقتلهم. انجم هدول الأطفال. لك نزلت بصف الدنيا بالأرض، لك فيش أصلح مع الحيطان، لك أنا طلعت وانطيت دوب على الحيطة يا رب. كنا عم نتدرب أما واقف طلعت دخنة فيتنا. الله يخرب الجار لك، الله يثبت وجهك الدنيا والاخره عند الله وعند العبد. يا ولا من يوم الله بس هي الذنب، الذنب هي كسرت البالون ولا وقع على هنا البالون. ديك البنت دي قبضنا انزلت، وديك البنت نطعت الجا. بأي حق يستباح دم هذه الأرواح الطاهرة ليسفك على الأرض رخيصة، فيحرق قلوب ذويهم ويبث الرعب والذعر في قلوب إخوان لهم شاهدوا دماءهم الزكية وهي تسيل على حقائب وكتب ودفاتر أصبحت مجرد صور وذكريات مرعبة. باركين وصبرين وعم نقول إن شاء الله بتنحل، وما عم نطلع عم نقول نصامدين في بلدنا عم شان هالأطفال، عم نعلمهم لما عم بروح على المدرسة قولي قلبنا معهم، والله لما عم برجع عم نقول ألف الحمد. طبعا يعني انا شايفه مستشفى هي شغاله، لكن لو شفت مواقع تانية زي مثلا حتى منهم قناه الحره بتقول لك مقتل 176 شخص بينهم 25 طفل، رغم ان احنا شفنا هنا 8 اطفال، ما علينا، خلال 5 ايام كل المستشفيات خارج الخدمه. انا مش هعرض التقرير، لكن الحقيقه زي ما بقول لكم انه في ضحايا، لكن القنابل اللي بتطلق عليهم قنابل محليات الصنع، يعني من الارهابيين، من جبهه النصره، من احرار الشام، من اللي هم مسمين نفسهم معارضة.
اللي يأكد انه بعد ما اتعملت اكتر من مرة هدنة علشان خاطر يخرجوا الناس اللي في شرق حلب، طبعا بقول يعني برضه عشان حضرتك انتوا عارفين حلب مقسومه نصين ما بين الشرق والغرب، المنطقه اللي في الغرب، المنطقه الغربيه من حلب دي تحت حكم الحكومه السوريه، المنطقه اللي هي الشرقيه دي اللي مسيطر عليها المعارضه المسلحه، اللي كذا مره فتحوا لهم ممرات علشان يخرجوا ما خرجوش. في صوره بتبين لكم من مقبره من بتقول لهم كده، هنا بتقول لهم اهي اخرجوا او دعونا نخرج يا مجرمين، يعني اللي هي انك انت ده بيأكد برضو انه للأسف الشديد انه هناك بعض من المعارضة دي واخدين المدنيين دروع بشرية او منعينهم من ان هم يخرجوا. محاولات كثيرة جدا بالنسبة ليه انه العائلات تخرج، في عائلتين من احياء حلب الشرقيه خرجوا، في محاولات تانية من اطفال من رجال دين بيحثوا بيحاولوا ان هم يحثوا الموجودين في شرق حلب ان هم يخرجوا. على المستوى الميداني برضو كمان كان في مقتل جندي تركي بهجوم شمالي سوريا، وكان في كمان مقتل وجرح عدد من مسلحي جبهه النصره اثر تفجير الجيش السوري عبوه ناسفه على اوتوسترات دمشق السويداء. وطبعا على الجانب الاخر الضربات الجويه بالنسبه لروسيا زي ما اعلنوا عنها ان هي كانت في منطقه ادلب وحمص. نيجي بقى على المستوى السياسي، الحقيقه انه كان في اجتماع ما بين وزير خارجيه سوريا وليد المعلم وستيفان دي مستوره. اللي حصل ان ستيفان دي مستوره كان بيعرض على وليد المعلم انه يوافقوا بانه منطقه شرق حلب تكون منطقه سيطره لقوات المعارضه. خلينا نسمع رد وليد المعلم عليه كان بيقول ايه، هات لي الرد بس. قلنا له هذه مرفوضه جمله وتفصيلا. لكن المبعوث الاممي يقول ان الخيارات المقترحه للازمه السوريه لا تزال قيد الدراح. عرضه المبعوث الاممي ستيفان دي مستوره لأول مرة. ينص الاقتراح على رحيل المتشددين عن شرق حلب وسماح الحكومة السورية باستمرار الإدارة المحلية في شرق المدينة الخاضع لسيطرة الفصائل المسلحة. ورغم أن ديمستورا أبلغ الصحفيين خلال زيارته لدمشق بأن هذه الإجراءات قد تكون مؤقتة، إلا أن الحكومة السورية اعتبرت اقتراحه نيلا من السيادة الوطنية السورية ومكافأة للإرهاب. هو تحدث عن إدارة ذاتية موجودة في شرق حلب. قلنا له هذه مرفوضة جملة وتفصيلا. زي ما شفنا وده كان الرد. الحقيقه يعني ايه يبقى شرق حلب تتساب لاداره ذاتيه للمعارضه؟ يعني انت بتقسم، يبقى دي مستوره انت عايز تقسم حلب. الحقيقه اللي بيقال بعد كده انه دي مستوره غادر دمشق خائبا، واردوغان دعا لفرض منطقه حظر جوي فوق المنطقه الشرقيه من حلب. ولكن ايضا كان هناك برضو اليومين دول بعض الحاجات اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن ترامب هتكون سياسته ايه، الرئيس الامريكي الجديد المنتخب في سوريا. برضو كان في كلام عن الرئيس باراك اوباما انه قال انه منذ 5 سنوات كان بيحاول حل المسائل المتعلقه بالدور الامريكي في سوريا ليصل الى استنتاج مفاده انه لا يوجد سند قانوني للتدخل عسكريا في هذه البلاد. وهو موجود في بيرو، كانت الاجتماع اللي موجود في بيرو، قال ان هي المحطه الاخيره في جوله الوداع اللي بداها في اليونان من اليونان والمانيا. اوباما في مؤتمر صحفي قال ان واشنطن لو تدخلت عسكريا في سوريا لارتكبت خطا استراتيجي كبير نظرا لاستمرار جهودها لاستعاده الاستقرار في افغانستان والعراق، وانه ما كان صعب ان هم يتدخلوا عسكريا من 5 سنوات في ده. رد اوباما. ما اعرفش بقى حضراتكم ليكم الحق تقبلوه او ما تقبلوش، لانه للاسف الاوضاع اتسابت لغايه ما تفاقمت الى هذا الوضع. ورد اوباما ان هو ما كانش ينفع يتدخل عشان وقتها كانوا مشغولين بافغانستان والعراق. كان في برضو على فكره هزه ارضيه كانت بقوه 4.2 ضربت شمال شرق سوريا، ومركز الزلازل كان بيقول ان هي جنوب مدينه الحسكه. عندنا كان النهارده كان في انفجار سياره مفخخه في بني غازي اسفر عن مقتل 6 اشخاص بينهم 3 اطفال. في كمان مقتل تفجير انتحاري كان في مسجد للشيعة في كابول، واستشهد 27 شخص وأصيب 35 آخرون في هذا التفجير الانتحاري.
لمسجد للشيعة خلال إحياء ذكرى 40 الإمام الحسين. قلت لكم خبر فرنسا. عندنا برضو كمان كان في تحطم طائرة تقل 4 أشخاص في ولاية نيفادا الأمريكية. ده الموضوع الطائرات دي على فكرة احنا بنسمع عنه كتير. كان في كمان تحطم طائرة هليكوبتر في البرازيل وبرضو مقتل 4 أشخاص. الوضع في العراق انه في مواجهات عنيفة شرقي الموصل وفي تل عفر. الأحياء الشرقية لمدينة الموصل شهدت مواجهات عنيفة النهاردة بين الجيش العراقي وتنظيم الدولة الإسلامية، وإن هم كانوا اقتربوا جدا من تل عفر وميليشيات الحشد. بصوا الخبر لما مكتوب فيه ميليشيات الحشد الشعبي وتعرف برضو من إن هو جاي من مكان يعني بيتهم الحشد الشعبي بأنهم ميليشيات، لكن احنا النهاردة العراقيين بيرفضوا إطلاق ميليشيات على الحشد الشعبي. الحشد الشعبي اللي هم الشيعة اللي هم بيشاركوا في تحرير الموصل زيهم زي الباقيين. لكن في مشكلة بالنسبة لموضوع دخول تل عفر بالنسبة للحشد الشعبي، بأن هم قالوا أن هم لو دخلوا في تل عفر هي ممكن يبقوا عايزين هتبقى منطقة سيطرة للشيعة بس، ويكون في أعمال عنف ضد السنة. فالحكاية برضو داخل فيها القصص دي، لكن أنا مش هكمل بس الخبر عشان أنا وقفت. ما بحبش أقول كلمة ميليشيات على الحشد الشعبي، ولو حتى كان في أي انتهاكات تم رصدها قبل كده هم دلوقتي ليهم دور وطني بيشاركوا في تحرير الموصل. فخلينا نشوف اللي هيحصل. القوات العراقية تمشط حي التحرير بالموصل وتعزز مواقعها، وكمان وصلت تطهير منطقة حمام العليل. أنا وعدتكم من الحلقة اللي فاتت وليا حلقتين، واعتقد ان احنا ممكن وقتنا يسمح النهارده وممكن نأجل الباقي. تمام كده. التقرير اللي انا قلت لكم عليه اللي انا بكيت لما شفته على اوضاع البيوت والكنائس المسيحيه في المناطق اللي منها قرقوش اللي تم تحريرها من يد داعش الارهابيه، وده مصير كل الكنائس وكل البيوت اللي للأسف الشديد في المناطق اللي بيقوم الجيش السوري دلوقتي والتحالف والحشد الشعبي وكل اللي والأكراد وكردستان في أنهم يحرروا منطقة الموصل. لكن متى سيعود المسيحيين؟ أي وقت هيستلزم أن تعاد البيوت دي؟ ده قضية تانية هنناقشها بعدين. خلينا نشوف هذا التقرير، الحقيقة تقرير رائع. إلى بيته لأول مرة منذ أكثر من عامين. هاله المشهد، لم يكن يتوقع الأمر بهذا السوء. تعب العمر. فر باسم المدرس المسيحي مع باقي الأكثرية المسيحية التي كانت تعيش هنا في بلدة قرقوش جنوب شرق الموصل، ما أن دخلها ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في 2014. عاد بعد تحرير البلدة ليجد المسلحين قد أحرقوا منزله. يعني ماشي أوصف الحزن، الحزن العميق اللي ما يوصفه. هذا بنيته بتعبي، كتف تعب اشتافي وعرق جبيني وبدم قلبي خليت عليه، وبقيت نهتم بالبيت لما كملته من 2000 إلى حد 2013. صدمة، هاي صدمة قوية يعني ما توصف. زين، وأني كمدرس سلك التربوي اللي سووا واللي فعلوا هذا الفعل هم اللي أنا درستهم خرجتهم، وإحنا إلا فضل كبير لهم. المسلحين اللي كانوا في المنطقة هنا، نعم، كانوا من أهل البلد، من أهل المناطق هاي كلها. انت يعرفون أي؟ نعم، درستهم أنا، درستهم 15 سنة. هذا المكان الذي نقف فيه كان يوما ما غرفة الاستقبال بالمنزل. يعني من اجيت وشفت البيت هيجي، يعني حتى الصورة ما عدنا، ما عرفونا، كل شيء ذكرياتنا كلها راحت بهذا البيت. تجولنا في أنحاء قرقوش لنكتشف أن بيت باسم لم يكن حالة وحيدة، فهناك غيره الكثير والكثير. على بعد خطوات من المنازل المتهدمة وجدنا كنيسة ضخمة لم تسلم هي الأخرى من الأذى. كسرت تماثيل مريم العذراء وأحرقت الصلبان، امتد التشويه لكل معالم المكان. يبكي سكان قرقوش الذين جاءوها زواراً لساعات قليلة ما حل بكنيستهم. لو كنائس مالتنا كان ظلت ما يهمنا بيوتنا أبد، غالية علينا كنايسنا. الكنيسة عندك أغلى من بيتك؟ أغلى طبعا، شلون ما أغلى من ولدي أغلى. لم يتبقى من هذه الكنيسة سوى هذه الأعمدة المحترقة، لا صلاة لا قساوسة،
لا كتب مقدسة. أخبرنا رجال الأمن أن الساحة الخلفية للمكان كان يستخدمها المسلحون كمعسكر للتدريب. هذا هو حال جميع الكنائس في مختلف أنحاء هذه البلدة. شاهدت المرأة أنها شجرة لذيذة للمأكل وشهية للعيون. لم يكن ما حدث لإسماعيل ووالدته أقل إيلاما. في سكن للنازحين بأربيل يقرأ الفتى ذو 16 عاما كلمات من الكتاب المقدس. قبل أسابيع قليلة لم يكن يستطع أن يرفع صوته بهذه الكلمات مطمئنا. عاش في الموصل لنحو عامين تحت حكم المسلحين. يحكي لنا كيف أجبر على اعتناق الإسلام أثناء احتجازهما بأحد السجون. قال لي بس قول لا إله إلا الله يعني تصير مسلم. قلت له لا إله إلا يسوع ضربني براجلي. كنت صغير أنا بعد. كان عمرك قد إيه وقتها؟ 14 سنة. بعدين؟ ضربني براجلي وخلى المسدس على راسي وقال لأمي إذا ما تسلمون نقتل ابنك. طلع من السجن مالي راح على السجن اليمي. السجن اليمي كان بي واحد شيعي. دخل عليه قال له ليش ما تسلم؟ قال له أبد. بعدين ما قبل يسلم ضربوه بالطلقة مع المسدس. وبعدين جاء دق الباب علينا افتحوا. ضربوا بالمسدس قتلوا يعني؟ ايه قتلوا؟ ايه. بعدين جاء علينا يعني خذني من ايدي ووداني قال لي راح يصير مصيرك مثل هذا اذا ما تصير مسلم. تلاحق اسماعيل ذكريات مشهد اعدام جماعي رآه في ساحة في الموصل. جت سيارة من عندهم نزلوا منها ستة. ملبسين ملابس احمر يعني وشادين عيونهم. نزلهم قعدوهم يعني وجوا اطفال من عدد يعني اطفال يعني طفل داعشي. كل طفل خلى واحد يعني قدامه من هذول اللابسين احمر. ونزل هذا الكبير مالتهم قام يقرا عند ورقه يقرا بيها. خلص القرايه والاطفال عندهم مسدسات قتلوا اللي قاعدين يعني. عندهم ستة الاطفال. عمرهم قد ايه تقريبا؟ 11 سنة يعني تقريباً أكبر واحد. تحكي للأم كيف كانوا يكتمون إيمانهم خشية التعرض للقتل. أقول لهم أنا صرت مسلمة، أنا مو مسيحية. استغفر الله أقول هيك مريم يعني 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 ما أغلط على مريم أنا من كل قلبي بس لساني. بعدين من يروحون أقول أظل أبكي وأصلي أرجع على ديني. على مقربة من منزل إسماعيل تقام الصلوات. يذهب للكنيسة ناسياً أو متناسياً آلام الماضي، لكنه مثل آلاف المسيحيين في العراق لا يعرف ماذا يحمل المستقبل. سالي نبيل، بي بي سي، أربيل. سالي ممتازة الحقيقة، عمل التقارير حتى قبل كده في كنائس مصر وحاجات كتير جداً، وزي ما أنتوا شايفين أنا يعني صعب عليا قوي إن قلت لك إن أنا اضطريت إن أنا يعني أقول إن أنا مش مسيحية، لكن ربنا يكون معاهم، ربنا يرجع كل الأسر اللي تم تهجيرهم بسبب هذا الإرهاب وهذا الشيطان داعش إلى بيوتهم ومساكنهم يا رب. أشكركم مشاهدينا ومتابعتنا.